يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر تلفزيون ألف جيرة في برنامج أفوالة. إن شاء الله اليوم بتكون حلقتنا وايد جميلة. أكيد زميلتنا سهام اليوم في إجازة، نوجه لها تحية، اليوم ما بتكون ويانا وبنشتاق لها وايد. واليوم أيضا يصادف ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في 19 من رمضان. ونقول أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه هو الأب اللي تعجز الكلمات عن وصف إرثه وأثره، هو القائد المؤسس لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، هو صاحب الرؤية اللي دفع بدولته في دروب الازدهار متخطيا كل التوقعات، واضعا أسس النهضة العصرية اللي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات كافة، هو ذلك الرجل اللي حول الصحراء إلى جنة خضراء، هو المعلم والقدوة اللي غرس قيم الحكمة والاحترام والاستدامة وتنمية الإنسان في أفراد شعبه، وهو رمز الخير والعطاء ليس فقط في الإمارات والخليج فحسب، وإنما على المستويين العربي والدولي. أكيد ما نقول إلا الله يرحمه يا رب. وفعلا الحين بننتقل لركن التراث لزميلتنا عواطف. يسعد مساك عواطف. مساك الله بالخير. أول شيء يعني أمسي على سهام وأقول سلامتك، صوتك تعبان شوي اليوم. طبعا نحن وايد محظوظين مروة ان نحن عشنا بعض من صفحات حياتنا بزمن المغفور للشيخ زايد بن سلطان. يمكن كان الأب الراعي الحكيم، كلمات كثيرة يمكن تعجز الكلمات عن وصفه. احب اني ابدا بكلماته: مرحبا يا هلا حي بالشهامة، مرحبا بالصقور المخلصين، مامنين الوطن صانوا احترامه، قدرهم عندنا عالي وثمين. من كلمات المغفور للشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه. نحن اليوم رح نستذكر بعض هذه المواقف، رح نتكلم عن قبل والحين، عن قبل الاتحاد، يمكن مواقف كثيرة بس حلو أن نعيشها، يعني نعيش هذه الأيام الحلوة ونستذكر قصص من المغفور للشيخ زايد. نرجع لك يا مروة. نعم. ومرة ثانية قلت يعطيك العافية ورحبي بضيوفك حبيبتي. وبذكرى أيضا وفاة الشيخ زايد طيب الله ثراه عواطف، أكد سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي أن نحن في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومن خلال أجهزتنا الإعلامية والثقافية المختلفة نسهم وبصورة فاعلة في توعية المجتمع بمعاني العمل الإنساني وتكريسه وإبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تأسيس دولة الإمارات وترسيخ دعائم وحدتها ونهضتها الحضارية. وحيى سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي القيادة الرشيدة التي تسير على خطى الشيخ زايد طيب الله ثراه في جعل العمل الإنساني من المنارات التي نهتدي بها، تعزيزا لقيم التسامح والأخوة الإنسانية وتحقيق السعادة للجميع. والحين لازم نرحب بضيوفنا لحلقتنا لليوم. ضاعت الأوراق عني. إيش حالك اليوم عواطف؟ الحمد لله. شو مسوين؟ شو عنا اليوم؟ خبرينا. اليوم الجيمات ولا رقاق؟ رقاق إن شاء الله. هي ما في الجيمات اليوم للأسف. ربي شكله يعني إحنا وايد مشتاقين حق سهام اليوم، مكانها وايد خالي. فعلًا. فقاعد أحس من الحين أحاسب فراقها. شوف بس اليوم المفروض إنه فعلًا تحضروا لنا الرقاق وال. بقول حق سهام ان انت سويتي اوردر مبكر، اوردر ودبس زياده. انا شايفه الجبن من الحين صح؟ اي في جبن في عسل اتوقع. ارحب بنرحب عواطف الحين بشاعرنا، شاعرنا اليوم اردني الجنسيه، ترنمت قصائده في حب الامارات وحكامها، له العديد من الروائع الوطنيه والاعمال الفنيه، شارك في العديد من المهرجانات منها النمر بن عدوان للشعر النبطي وشاعر المليون. نرحب بالشاعر فارس الغويري، هلا ومرحب فيك. تفضل. يا هلا ومرحب فيك استاذ فارس. هلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حال شلونك؟ ان شاء الله بخير. تفضل. كيف صحتك؟ مبارك عليك الشهر اول شيء. الله يبارك بعمرك. ايش حالك اليوم؟ كيف كان الطريق وياك؟ كل شيء اوكي؟ والله انه بخير الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. طيبه. خبرنا عن رمضان، كيف رمضان في الاردن وكيف الاجواء الرمضانيه اليوم؟ والله رمضان مثل ما الاردن مثل اي دوله ثانيه. نعم. لكن كل دولة لها عادات وتقاليد، والحمد لله شهر خير وبركة. والله حسيت باختلاف بين قبل واليوم بشهر رمضان المبارك، يعني تحس إنه في شوية اختلاف بين الماضي والحاضر؟ والله أكيد يعني إلا في فرق بين الماضي والحاضر.
يعني العادات اختلفت، التقاليد اختلفت، نعم كل شيء اختلف. وبالأخير رمضان شهر خير وبركة والله، الحمد لله. وأنا أبو يعني مكاني عندكم ووجودكم هذا خير وبركة. نورت، الله يسلمك. خبرنا عن بداياتك الشعرية أستاذ فارس. والله بدايات يعني من زمن قديم يعني، لكن كل بداية تكون صعبة. نعم والحمد لله يعني قدرنا نتخطى المراحل. شو رأيك نسمع شيء من كتاباتك نبدأ فيها الحلقة اليوم؟ اي والله أبشري. أقول شاعر وعند إحساس ما نيب ملسون، أكتب شعوري دام حرفي كتبني، مرة أعيش بفرح وأحيان محزون، والهم طيح دمعتي لا فضحني، وأعيش في وقت غدا سيف مسنون، حتى وأنا أضحك قتل أو جرحني، تعبت أدور ناس بيا يحسون، واللي يقول أهواك راح وتركني، ما أدري وش اللي غير الناس والكون، وأنا على ما كنت محد فقدني، يمكن أسلي خاطري لين ياتون، واللي أتاني قال أرجوك دعني، ما عاد باقي شيء يستاهل أكون، وما عاد عندي شيء وزنها وزني، كل الأمور ملخبطة صرت مجنون، واللي عطيته قلب ما فاد ظني، حتى حبيبي غاب لا قلت مفتون، الله حسيبه لا عشقتها ذبحني، من كثر ما حبه خذ القلب عربون، ما فاد عنده قلب ولا رحمني، وأنا أحبه لو خلا جوي يمزون، وإن شفت وصله أمطره لا لمحني. الله صح لسانك، صح قلب، ما شاء الله عليك. الله أستاذ فارس، خبرنا عن التحديات اللي واجهتها، هل كان في صعوبات يوم بديت في الشعر؟ والله يعني كل بداية صعبة زي ما حكينا نفس السؤال اللي قبل شوي، لكن الإنسان إذا عنده هدف نعم بده يوصل لازم يتخطى جميع الصعوبات جميع التحديات عشان يصل لهدفه. نعم يعني الشعر ما هو يعني صح موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكن في له بحور له أوزان له كلام كثير ما يخلص، فلازم الإنسان يتعلم شنو موهبة فقط وبس، لازم يتعلم. تفضل الشعر النبطي أم العمودي؟ أكيد النبطي، أنا شاعر نبطي يعني. أنت من الأردن عمودي. صحيح؟ نعم أردن، ولكن نعم. أحس اللهجة شوي فيها سعودية. والله ما فيها سعودية، لكن أنا يجوز أني اختلاطي يعني بالشعراء. نعم اختلاطي يعني بأكثر من دولة كذا، ممكن أنها غيرت لهجتي، لكن أنا أصلي أردني وأفتخر الحمد لله. الحمد لله، الله يجزاك خير. بمنو تأثرت بالشعر وبكتاباتك؟ هل تأثرت بحد من الشعراء الموجودين؟ والله ممكن يعني ممكن في تأثير يعني، يعني لا بد الإنسان لما يكتب يعني إلا يعني يطالع يشوف غيره، يشوف التجربة اللي عاش منها قبل غيره، شو أخطاءه وشو كذا، وحاول يصلح. نعم والله الشعراء كثير، إحنا مو نحدد الأسماء، لكن الساحة طويلة وكبيرة. نعم. هل هاي الموهبة عندك من يعني أنت موجودة عندك بس في العائلة، ولا هي متوارثة يعني في حد شاعر في العائلة؟ غيرك. والله أنا الوحيد الحمد لله. وحيد أمك وأبوك؟ لا وحيد بالموهبة يعني. وحيد بالموهبة. أنت قلت في حد غيرك وأنا أقول لك أنا وحيد بالموهبة يعني. أوكي. أي وحيد اللي يعني من العائلة اللي أنا شاعر يعني. أوكي. والحمد لله هذا ربك يعطي إن شاء الله. تأثير المرض عادي. شلون؟ تأثير المرض عادي. عادي نشر أمراض. أوكي فأنت الوحيد اللي عندك هذا. صحيح صحيح. أوكي. الحمد لله. نستمع شيء ثاني بعد، شو رأيك؟ أبشري. أقول الليالي الليالي والتعب درسين من واقع ثمين، مجتمع دمر حياته ما فرض أي احتمال، والزمن ما له علاقة إن غدا وقتك يشين، لو سنين العمر مرة حدتك للانفعال، اسأل وشاور وتنبت زهرتك والياسمين، لا يضيع العمر منك وانت بوهام وجدال، والبشر مثل الأصابع لو سوا مترابطين، اكتم إصرارك وتبقى بالقمم عند الرجال، والرزق إن جاك مرة لا تبوح الحاسدين، بعضهم لو هو بكيفه يقطع الرزق الحلال، والحلم اخفيه دايم عن عيون الناظرين، الأمل فرصة عظيمة بين جدران الخيال، واتبع اللي ينفعك واترك كلام الشامتين، الثقة بالله تبقى ما يقابلها ظلال، والعقل هو راس مالك، والجهل درب الحزين، والعلم ساس التجارب، والقلم حبره وصال،
لا توقف عند حاجة تحسب من ضحكك دفين. من يصلي فرض ربه ينعم بطيب الخصال، والسعادة أصلها مفتاح بيد الصابرين، والزعل أحيان سبه يقلب أيامك شمال، والشعر أعلى النصيحة في أذان السامعين من طوى درب التعاسة يحفظ أقسام السؤال. ما شاء الله سلام. صح لسانك صح قلبك الله يطول عمرك. يوم تكتب عن حالة الفرح تحس أن أنت فرحان، ويوم أنت تكتب عن الحزن تكون حزين. هل هي حالة فعلا واقعية ولا ممكن أنك تتخيل أو تعيش حالة علشان تكتبها؟ والله يعني أغلب القصائد ممكن لها واقع، لها يعني موقف. نعم. لكن أنا من طبيعتي لما أكون فرحان أتذكر الحزن، لأنه سبحان الله إنسان ما يتبدل الحال عليه من حال أحسن أو كذا، أو مثلا يكون حزنان يذكر إن كان فرح. نعم. فهذا الموقف اللي إنسان ينشد له يكتب عليه. نعم. سلامتك. شو هي هواياتك غير كتابة الشعر؟ والله ما في غير كتابة الشعر يعني فقط. ما عندك غير كتابة الشعر؟ أيوة نكتب شعر. تفضل بيوم من الأيام من الممكن أنك تكتب الشعر بالفصحى ولا تفضل فقط النبطي؟ لا والله أنا يعني أحب أكون على لهجتي، يعني لأن اللهجة تساعدني. اللهجة العامية. اللهجة العامية اللي إحنا لغتنا يعني. نعم. والنبطي أتقنه الحمد لله وإن شاء الله يعني. تحس إنك تقدر تعبر أكثر عن نفسك أكيد في أكيد اللهجة العامية؟ أكيد أكيد. أنا لغتي يعني أقول لك يعني واحد يعبر يكون عنده يعني داخله مخزون فكري مخزون لغوي. نعم. الفصحى موضوع كبير على فكرة. الفصحى يعني أنا حسب ما أعرف أنها أصعب من شعر النبطي. نعم. لأنها اللغة العربية تكون قوية جدا يعني. نعم. من كان له الفضل في اكتشاف كتاباتك الشعرية؟ أنا. لوحدك؟ أنا لوحدي. مو من المدرسة أو لا لا أنا والله أنا اكتشفت والحمد لله. تخطينا صعوبات وكذا والحمد لله والشكر. فارس وصل ضيفنا الثاني لليوم لاستوديو فالة، بنرحب فيه ونرد لك علشان نستكمل حوارنا وياك. لا إبداع بدون حرية، وبرأيي لا فن بدون حرية. فالفنان لكي ينطلق بحاجة لمساحة ليعبر فيها عن نفسه وموهبته ويحقق أحلامنا. ضيفنا هو فنان فلسطيني ناشئ خرج صوته من قلب المعاناة ليكسر القاعدة المتداولة في مجتمعه، اللي وقف واللي قد يقف عقبة أحيانا أمام الشاب اللي يسعى نحوه حقه في أن يعلو صوته فوق صوت الخوف. اكتشف موهبته عندما كان في المرحلة الدراسية الابتدائية والإعدادية عن طريق الإذاعة المدرسية، إلى أن وصل إلى ما يريد اليوم وحقق أحلامه وحلمه الكبير في أنه يغني. خلونا نرحب بضيفنا اليوم المطرب الفلسطيني محمد براوي. هلا ومرحب فيك. يا هلا ومرحب فيك محمد. الله يسعد قلبك. مبارك عليك الشهر يا رب. استاذ استاذ فارس الغويري شاعر، يا هلا ومرحب فيك. يا هلا تفضل. مبارك عليك الشهر. الله يبارك فيك يا رب. مبارك محمد عليك شهركم وكل عام وانت بألف خير. خبرنا وانت بألف خير يا رب. خبرنا عن أجواء الرمضانية، هل اختلفت بين الماضي والحاضر او تحس انه ما في اختلاف؟ والله هي الأجواء ما بتختلفش، ولكن الواقع اللي انت فيه بيختلف نوعا ما عن ما انت بتفكر. التطور اللي انت بصير معك بيفرق معك في اجواء رمضان، وين نعم. بتصير يعني تفرق معك وين بتحب تحضر رمضان، في اي دوله من تنقلاتك. نعم. فهاي برضو فيها فارق كبير. بعدين في فارق اكبر انه مش في بلدك. نعم. هذا الفارق الاكبر. شو رايك نبدا باغنيه؟ لأن نحن غشينا شوي وبدينا في قصيدتين الأستاذ فارس، والحين نبغى نسمع صوتك. حاضرين؟ شو بتحب تسمعه؟ أي شيء اللي أنت حاب. شو رأيك الله هي دار زايد بما أن اليوم ذكرى وفاة الشيخ زايد؟ حاضرين؟ أول شيء الله يرحم الشيخ زايد مربي الأجيال. طبعا له فضل على كل إنسان في اي مكان في الوطن العربي. صحيح. بشكل عام، لانه يعني في كل مكان عمل له بصمه. الله يرحمه رب ويحسن اليه وجنك والجنه. طيب طبعا انا مش حاب اغني الله يدار زايد، حاب اغني اغنيه انا عملتها للامارات وللشيخ زايد. نعم. بالذات في مايك قدامك على الطاوله. انا مو بشايفه شيء. لا لا اوكي هذا المايك بس. اوكي تفضل. يا بانية صرح المجد يا علا على النجمات،
مثل الندى بخد الورد والاسم الإمارات. يا بني يا صرح المجد يا علا على النجمات. مثل الندى بخد الورد والاسم الإمارات. انت العروبة بأصلها والكل يطلب وصلها. مهرة وتلمع خصلها ما توصف الكلمات. يا بني يا صرح المجد يعلى على النجمات. الخير زايد ما يقل ما يرحل زايد رحل. خلفه نشامة ما تكل مرفوعة الهامات. يا ربع زايد يا هلي يا بدري في ليل وجلي. يا أهلي نخوة ومرجلي وسيوف لواحات. انت العروبة بأصلها والكل يطلب وصلها. مهرة وتلمع خصلها ما توصف الكلمات. يا باي اوف اوف عشت إمارة الوفا يا ديرة الأمجاد. من شوفة القلب ارتوى يوم التقوا الأجواء. يا 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 الله عليك يا دار زايد. الله عليك يا دار زايد لك يا ديرة الأجواء. الله معك وين ملف الأحباب. الله يسعدكم. ما شاء الله عليك. هناك وأنت ياس تغني هو يقول ما شاء الله ما شاء الله. الله يسعدك. وأنا نعديت ياس أقول وياك ما شاء الله ما شاء الله. إيش رأيك بصوته ما شاء الله؟ ما شاء الله عليه. الله يسعدك. ما شاء الله. ونعم منك ما شاء الله عليك. الله يسعد قلبك يا رب. محمد هل تأثرت بأحد من مشاهير الفن الفلسطيني ولا لا؟ والله يعني مش تأثرت انه اقتديت فيهم انه كنا مطموسين او ما فيش لنا ظهور كفنانين فلسطينيين. ولكن يعني اثار بنا جو الغيره يعني انه ليش يعني فنان فلسطيني يطلع واحنا لا. ما احنا ممكن بامكاننا نطلع ونتطور ويكون لنا قدم في كل مكان في العالم. صحيح. فهذا الشيء يعني اللي دفعنا يعني عده فنانين في فلسطين يعني الله يوفقهم. آمين. واحنا ان شاء الله في هذا الطريق. شو سر تشبيهك بالفنان الفلسطيني ايضا محمد عساف؟ ترك تشبهه شوي في الشكل. صحيح. والصوت شوي قريب يعني. اول شيء بلد واحده. نعم. ودم واحد زي ما نقولوها. ف يعني لابد. نعم. من هذا الشيء. استاذ فارس شو قدمت للمهرجانات والمؤتمرات والعطليات الادبيه؟ كثير والله. حضرنا امسيات مهرجانات. نعم. برامج الحمد لله كثيره. سلامتك. شو الاغاني الاقرب لقلبك محمد؟ والله العتابه. العتابه الأوف. طبعا هذا لانه من التراث الفلسطيني اول شيء. نعم. ويعني نتميز بها الحمد لله ان ربنا اعطانا الخامه الصوتيه اللي بتادي هذا الشيء بنجاح. نعم. برايك شو السبب ان اغلبيه الفنانين اليوم اتجهوا لغناء الاغاني الخليجيه؟ والله مش الخليجيه بشكل عام، العراقيه بتقدر تقول يعني. العراقيه. الفن العراقي او فن ما بين المزيج ما بين العراق. نعم. والخليج واليمن. بدي اقول لك كل فترة زمنية إلها لونها. بدأت طبعا بالتراث أو مش بالتراث، بدأت بالفن بالطرب المصري الأصيل اللي ما زال يعني لحد. صحيح. الآن عايش بيننا. اثنين، بدأت بالألوان الجبلية، ألوان الشامية بشكل عام، بعدها اتجهت إلى الألوان العراقية. اللون العراقي سبحان الله بتلاقيه بيلمس القلب. في إشي من زمان بقول لك العراق الحزين. نعم. فالناس هلقيتها بدي أقول لك ممكن من كثر الهموم أنه صارت تعطي هاي الأغاني وحتى تقلب الهم لحزن بألحان حزينة. انه صارت تصل للناس، تصل لقلب الانسان قبل ما يفكر فيها. صحيح. فهذا الشيء اللي خلى نظره الناس تلتفت لها.
واللي لاحظنا مؤخرا ان الاغاني العراقيه ممكن من الممكن ان يكون عندهم كلمات اغاني حزينه ولكن الدقه سريعه بالضبط يعني ممكن يشرح الاغنيه يعني فانه تحس انه مميز وصحيح يعني. بالعكس هذا التناقض ان كلمات حزينه ولكن الموسيقى فرحه هذا فن هذا يعني فن. انا يمكن من نظرتي انه هذا نجاح الفن العراقي دعم يعني دعم من نجاح لهذا الفن فعلا صحيح. استاذ فارس احس اصعب عمليه عند الشاعر انه يختار عنوان القصيده صحيح كيف تختار عنوان قصيدك عقب ما تكتب القصيده ولا تكتب العنوان قبل لا اكيد لا يعني اكتب عنوان قبل اكتب اكيد لا هو يعني القصيده تجي موقف فكره نعم فكره يعني الشاعر يعني بيستوحيها من حياته لكن بعد ما انتهي اشوف اقرب شيء يعني مناسب نعم مناسب ونحط العنوان نعم مو شرط كمان بدون عنوان عادي يمشي يعني نعم يعني مو شرط يكون في عنوان كمان يعني ما في بعض الاحيان ما تحط عنوان هاي بدها المهم كيف انا اعلمك شلون يعني هسه مثلا انا لما اقول قصائد مثلا بامسيه مهرجان اوكي لكن لما فوت مسابقه مثلا شعر رمى اليوم مسابقه كذا لازم يكون في عنوان وايش الترتيب صحيح لكن ما حد سالك وين العنوان بس لا انا قصدي مش العنوان يعني المضمون له ترويسه ممكن اقول غزل اوكي اقول ما هي قصيده غزل قصيده حكمه قصيده اوكي انا بعرف انها هيك جميل ولكن انا يعني الاغنيه مثلا كل اغنيه لها مسمى صحيح والقصيده اكيد بيكون لها مسمى فهذا صحيح. الفكره في المسمى صحيح تساعد بانتشارها افضل أكيد. يعني اذا حد يبغى انه يسمع القصيده او يدور عليها في احد المواقع يعني انه يقدر يلقاها اكيد حتى في أي شيء دير بالك قصيدة مقطع صوت مقطع فني مقطع فيديو تختار له عنوان مميز بنجح مثل نحن اسم برنامج فوالة يعني إذا شلنا اسم فوالة كيف يقدرون يدورون على فوالة ما يقدر فأنا صعب فأحس أن نصيحتنا لك أنا ومحمد أن حط دوم لا أوكي أنا على اسمي على اسمي مثلا نقدر الناس يبحثوا على اسمي شوف قصائدي نعم على اسمي. جميل ولكن على ممكن اسمي. القصيده تجيب المتابعين صحيح. لك ممكن صحيح يعني في بعض الاحيان ممكن قصيده تساهم في انتشار شاعر اسمك. او بالزبط. كاتب نعم صحيح محمد بالنسبه لك انت وايد عندكم مشكله في السوشيال ميديا الفنانين اللي هو المفروض انه يحطون مسميات المطرب المغني الفنان الله يسمع انا بدي اقول لك شغله هل انت مع او ضد هذا الموضوع خاصه اذا كان شخص مبتدئ بعده في اول درجه في السلم وفي اول خطوه من خطواته في بدي اقول لك وسط الفني مش انا كنت منهم بس كل انسان له طموح نعم وحابب طموحه يشوفه كل انسان ممكن يشارك طموحه مع الناس فخلص انا حاب اعمل الفنان كذا خذيتها من الناحيه الايجابيه بس بلاش اندم انه الفنان كذا هيك 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 اوكي نعم. طيب انت بديت هيك شو عندك تقدم عشان تكتب عن حالك فنان شو عندك تقدم ولا إشي بس عندي طموح أوكي أنا مع طموحك ولكن أنا بنبهك بطريقة إيجابية إنه أنت عشان تكتب الفنان بدك تحمل مسؤولية هاي الكلمة تكتب الشاعر بدك تحمل مسؤولية هاي الكلمة مسؤولية وتحط مسؤولية على عاتقة أكبر لأن هاي الكلمة لها قيمة كبيرة صحيح. فأنت ما تحجم حالك في قيمة كبيرة وأنت لسه مبتدئ يعني بقول لك أنا بالنسبة لي كمحمد أنا لحد الآن ما بقولش عن حالي فنان مثلا بس الناس تسمعك بتقيمك انت يعني الناس اللي بتقيمك مش انت اللي بتقيم نفسك صحيح عمر الانسان ما كان بيقيم نفسه نعم دائما الناس لها نظره لك هي بتقيمك نعم يعني انت مش ضد لا انما لانه يسيح لانه انه تحفيز كلمه مطرب هي تحفيزيه وتحط على عاتقه بعض المسؤوليه بالضبط الله ينور عليك اوكي شو رايك بفناننا محمد براوي نرد نسمع صوتك لازم والله لازم الله يسعدك يعطيني حماس وعبك صح ضروري تدبلنا سمعنا yeah. لا انت لا بدي اسمع منك لما قالت انت مش انا هي قالت يتعازمون اخر شيء بسمع صوتك اخر شيء بننهي الحلقه لا ابشر تبشر بالسعاده عندي قصيده لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشريف الله نعم تفضل اقول سلام الله يا شيخ انفعوله نورت لوطان سلام الله يا شيخ انفعوله نورت لوطان حماها الله من سابع سما واللي سكن فيها تخص إنسان في عيني يساوي وزنه همن ثمان حمد يا رب عسى عمره طويل ودوم يبقيها أنا بمدحك علشانك قطفت من الشعر بستان قصيدة شلتها بقلبي وذكر اسمك يحليها يحظه من سكن دارك وأنا في حبكم غرقان زرعت محبتك فينا على الفطرة ونسقيها لك الله كلنا نخوة على نهج الحكم إخوان تربينا وتعلمنا من أسلوبك
ونطريها ركعنا نسجد نصلي لسنة مصطفى العدنان وندعي يحفظك ربي يا أبو محمد وتحييها عليك ومنك ما جاتك فرايد جتك من عمان كتبها شاعرنا نشمي وسطرها الراعيها سمعت بطيبتك حتى عزفت من الشعر ألحان تغني لك على وتارك وتنتظرك تناديها قصيدة نورت اسمي خذت من دفتري عنوان تنام وهمها تحلم بكاسك يوم ترويها حروفها تنام وهمها تحلم بكاسك يوم تنام وهمها تحلم بكاسك يوم ترويها حروف كلها جزلة على فعلك تراها تبان وذا سيفك ترك غمده بحد السيف نبنيها لك الله صغتها بحبري وتخضع لك رضا وإحسان بحور الشعر تتمايل لجل مدحك يكفيها وبالآخر عسى عمرك طويل ومسكنك لجنان وإذا قصرت في مدحك سامحني وعديها الله ما من صح لسانك يا رب صح لسانك على فكرة المفروض يكون في بينكم عمل مشترك لأن فارس شاعر هذا وانت شرف لي أكيد تتغنى بالكلمات أكيد والله يوما أكيد. ما أي والله يبشر خاصة أنه أعجب بصوتك يعني ممكن أنه يظهر عملك بطريقة جدا جميلة والله هذا شرف كبير لي أكيد الله يسعدك يا رب الله يحميك محمد كل فنان له مفردات خاصة فيه يستخدمها أو أنه معروف في السوشيال ميديا أن هذه المفردات مفردات محمد يوم نسمعها شو مفرداتك والله اللي معروف فيها دائما على لسان الله سعد مساكو مساء الخير مساء الورد هي بس بتخص المساء مش أكثر نعم بس مساء الورد مساء الخير الله يحميكو والشغلات هاي يعني أنه دائما على لساني بشكل عام دائما كلماتك إيجابية وفيها دعاء لازم لأنه اسمعي أنت لما تدعي لك بالمثل فخلص صحيح. اختار الشيء الصحيح وتوكل على الله حبيت الفكرة على فكرة نحن هناك في رقاق بنروح أنا وإنتو بريك علشان إني برقاق من إحنا شو رأيكم لازم صح أكيد أكيد مشاهدينا فاصل سريع وراد لكم علشان ناكل رقاق ونرد لكم خلكم معنا قلبي بيضحى من جوا لما تكوني فرحاني دقت وتقول لعلو عمري ما شوفي زعلاني قلبي بيضحى من جوا لما تكوني زعلاني تقول لعلو فعمري ما شوفي زعلاني ضلت حاكي ضلت حاكي عيونك ما خلقت للبيكي حطك ع جرحي بالطيب ما بيسوى عمري بلاكي ضلت حاكي ضلت حاكي عيونك ما خلقت للبيكي حطك ع جرحي بطيب ما بيسوى عمري بلاك يا سنة داخلك ما تسمي يا شفافة بتسمي حل اللولو وين ما كان يتعلم كيف البسمة
يا سنا دخيلك بان وبتسمي يا شفافة بتسمي خلي اللون وين بكى يتعلم كيف البسمة ضل اضحكي ضل اضحكي عيونك ما خلقت للبيك حطك ع جرحي بطيب ما بيسوى عمري بلاك ضل اضحكي ضل اضحكي عيونك ما خلقت للبيك حطك ع جرحي بطيب ما بيسوى عمري بلاك. ما شاء الله عليك، مكملين وياكم، رجعنا لكم من البريك مشاهدينا ومكملين ويا فارس الغويري شاعر ومحمد براوي مطربنا اليوم. الله يخليك. لكن هناك في شيء بيغني عقب شيء. لا لا والله ما لا 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 هتحكي يا رجال من صوتك ما شاء الله حلو. الله لا عقب شوي بسألكم كم من سؤال عقب نسمع شيلة منك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فارس في وايد زحمة في السوشيال ميديا وأصبح أي شخص من الممكن إنه ينتشر على السوشيال ميديا، خاصة إذا هو عنده شعر أو عنده مضمون أو محتوى في حسابه كشاعر، هل استفدت من السوشيال ميديا؟ والله أكيد، يعني هو يعني فرصة إنك يعني الناس يشوفوك تعرفوا عليك. نعم. أسرع من قبل يعني، وكمان لها مساوي يعني، في ناس نعم. يظهر ما هو يعني تلاقي عنده زي فكاهة زي عنده شغلات داخله يطلعها على أسلوب شعر هي ما هي شعر، أو مثلا الناس يحكي بصوته حلو مو حلو، لكن تلاقي عنده أسلوب يجيب الجماهير. نعم. هاي مشكلة، بس لأنه في الناس في ظلم يعني، مثلا صوت أخوي تلاقي حلو لا ما حدا مثلا يتابعه، مثلا أو مثلا شاعر يكتب ما حدا متابعه، لأنه في ناس تلاقي عنده قدرة أقوى بالانتشار. نعم. هذه هي بس الظلم، ولا أكيد هو ممتاز السوشيال ميديا يعني، يعرف أسرع. كيف يقدم نفسه يمكن للسوشيال ميديا أكثر من شخص آخر يمكن يمتلك موهبة زي القمار. السوشيال ميديا زي القمار، يا بترفعك فوق يا بتنزلك. رسمي صحيح. محمد، خبرنا عن مشاركتك في مهرجان الكوفية الفلسطينية اللي صارت بتونس تقريبا كم عقب أو إنه قبل شهر أو شهر ونص. شهر ونص. تأثير المرض مشكلة. لا قبل بعد المهم. والله أنت مين سمعت معين مزكي وبالعافية بحكي. سلامتك. الله يخلف على الدكاترة يا رب، الله يحفي لنا إياهم. فكانت تجربة أول شيء جميلة، أنا كنت من زمان يعني بنتظرها صراحة، يعني إنه يكون لك تعدد في أكثر من دولة إنك تغني فيها هذا شيء جميل. فتجربتي في مهرجان الكوفية الفلسطينية أول شيء بدعم القضية الفلسطينية. نعم. ثاني شيء إنه تونس بلد يعني أول حاجة أنا بالنسبة لي يعني فناني المفضل اللي هو الفنان صابر الرباعي. نعم. وصابر الرباعي من تونس وبالأخص من ولاية صفاقس اللي فيها المهرجان. نعم. فأنا هذا اللي شجعني أكثر، واللي كان معايا فرقة الفنان صابر الرباعي بوجه له تحية طبعاً من مكاني. نعم. فهذا اللي كان يعني مقوي المشروع. واجهت الفكرة يعني بشكل تلقاه يعني إنه وفي كذا وإيش رأيكم هذا، قلت لهم والله حاضرين، واخذوا الموضوع على محمل جد ومشينا فيها، والحمد لله حقق نجاح جميل وجه جمهور جميل، ويعني الحفلة أثبتت الحمد لله. اللهم لك الحمد. شفت الصور حسيت إنه كان في جمهور وايد كبير. والله الحمد لله. الأجواء كانت جميلة، خاصة أن الكل ماسك الكوفية أيضا. الله ينور عليك. هي كانت يعني أجواء فلسطينية الأجواء تونسية. فعلا جميلة. وغنينا كمان للفنان صابر الرباعي، بس يعني الأجواء الفلسطينية اللي كانت هناك مشبعة، إنه مشتاقين لهذا اللون الغنائي. صحيح. فللأمانة عملنا شغل بجنن، رغم إنه يعني كان تحت المسرح هيك في مكان ضيق، إلا ما إنه كل كثير من الشباب نزلوا تحت وعملوا موضوع الدحية الفلسطينية. نعم. والكوفية وغنى الكوفية، فعجق زي ما بيقولوها الفلسطينيين. الحمد لله. الله يسعدك. بالنسبة لك فارس، كيف يأثر عليك نقد النقاد والأشخاص اللي عندهم هذا النقد السلبي، ولا أنه طاف؟ لا بالعكس، النقد إيجابي مو سلبي، يعني اللي ينطيك نقد بدل مصلحتك، يعني مثلا كل إنسان يخطي بداياته يكون عنده أخطاء، يعني إذا ما نسمع النقد بالعكس أستفيد منه، ليش إني أحط سلبي؟ بالعكس
اللي ينتقدك هو اللي يحبك. لكن في بعض الأحيان ممكن النقد يكون جارح، هل أيضا تتقبل هذا النقد يعني الجارح؟ يعني النصيحة أمام الملأ ما هي نصيحة، إذا بدك تنصحني تعال على جنب وقول لي أنت عندك 1-2-3 بالضبط، أقول الله يجزاك خير شكرا. نعم هذه النصيحة، عم إنما قدام الناس تقولي أنت غلطان أكيد يعني. بالنسبة لك صحيح، بالنسبة لك محمد هل تتقبل بصدر رحب ولا أنا تحس شوي تضايق؟ في شغلتين، النقد بيكون على وجهين، والنقد بشكل عام جارح سواء كان وفيش نقد يعني منيح، هذا اسمه نقد. هل قلت أول شيء النقد بيجرحك أمام الناس زي ما تفضل شاعرنا؟ صحيح بيجرحك. هل قلت لما أنت إنسان يجي ينتقدك بينك وبينه، هو ما بنتقدك بس بنتقدك وبوضح لك أخطائك عشان تتعلم منها إذا ما كان بده يعلمك. صحيح. هذا النقد الإيجابي اللي إنسان بحبك. في إنسان بكل ما بحبك وبده يطلع أي نقد تيجرحك فيه، ممكن قدام الناس، ممكن بينك وبينه وأنت مش موجود عندك أصلاً. نعم. بس خلص بده يطلع فيك عيب عشان يبين أحسن منك. لا وقطعنا كلامه، ممكن تواجه نقد بدك تحقق من هذا النقد إنه هو يعني مكانه أو لا. مثلاً إنسان يكره فلان مثلاً وهذا فلان مثلاً ناجح بحياته، تلاقي يحكي لي والله أنت مثلاً صورتك مش حلو مثلاً أو شعرك ما هو زين. لتهديم ثقة تهديم، فهو لا تتأكد تأكد عشان هو كمان ما يعني طموحه يتعب أو إنه مثلاً. صحيح صحيح. لا هذا الإحباط غير عن النقد اللي بتحكي عنه، هذا الإحباط بكون يعني مثلاً أنا بدي أجي أنت شاعر تمام، أنا مش هاجي أقول لك أنت مش شاعر أنت مش كاتب، بالعكس أنت بتأدي أنت بتطلع اللي عندك، اللي بحكم عليك الفئة اللي بتفهم. بس الناس اللي بتجي تواجه إحباط يعني أنت كل الناس تحبك وكل الناس تكرهك أكيد يعني، اللي في حد يحبك أكيد 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 هذا لازم. يا سلام اختلاف الأذواق لبارة السلع، كل شخص عنده معجبين وكل إذا ما كان في أشخاص تعارض ما أنت ما بتنجح أصلا. صحيح أنت ما بتنجح. شو رأيك نسمع شيء على السريع؟ أبسري قبل ما ننتقل لزميلك. أقول عطني دموعك عشان أبكي عليك. الله. عطني دموعك عشان أبكي عليك، ما بقى عندي دمع يستاهلك، لا تحس بخافقي مجنون فيك، راحت أيام الغلا ومشتاق لك، هقوتي ميت وكل همي أجيك، أو تقولي يا بعدهم جايلك، من يصون الحب ما دور شريك، ريح قليبي عشان أرتاح لك، كل ساعة في حياتي تحتريك، وانت لحظة ما قلت محتاج لك، الغلا كله تحطم في يديك، والرضا لجلك يحن وطاع لك، من عرفتك وانت دايم ألتقيك، عيني تشوفك وقلبي عاملك، والنهاية أدعي إن الله يهديك، حانت الفرقة وماني طايلك، لو كنت ظني أنا كلي إليك، تاكلي قلبي ودمي مايلك، خذ دموعك كيف أنا أبكي عليك، العمر خلص وأنا ما استأهلك. الله عليك. الله صح لسانك. صح قلت العمر خلص وأنا ما استأهلك. أيوة. شو؟ لا بقول لك العمر خلص وأنا ما استأهلك. على فكرة مشاهدينا قريبا جدا بتشوفون عملي يجمع فارس الغويري ومحمد باراه إن شاء الله. الله يسعدك. الله يسعدك. والحين مشاهدينا بننتقل عند زميلتنا عواطف لركنة تراث. حبيبتي يعطيك العافية وما شاء الله عليهم ضيوفك اليوم مميزين، وأنا مع فكرة أن تسوون عمل مشترك صح؟ لا يجينا على بعض أحس ككتابة وكغناء مرات بعض الشعراء ما يحب أن قصايدة تغنى، بس إذا أنت عادي عندك فأتوقع هذا مشروع ناجح. تبشر بالسعادة. الله يسعدك. هو معجب بصوته ومحمد معجب بكتابة، الأمور طيبة عرفوهم على بعض. يعطيك العافية مروة. ونحن شوي نروح ويا أم عبيد وأم سعيد. خالتي أم عبيد اليوم بتخبرنا عن قبل، قلت لك بنستذكر كذي أيام قبل الاتحاد، كيف التغييرات اللي صارت، كيف حسوا فيها؟ والله أول كان بساطة، كانت الناس مع الناس، والجار مع الجار، والقريب مع القريب، والبعيد مع القريب. البيوت كلها متساوية ويسترهم رب العالمين وساترة إنهم ملابسهم ما شيء يعني سبحان الله. البنت تلعب مع الولد، والولد يلعب مع البنت، الحرمة الكبيرة بجلسة قهوة وفردة صحة ويالسين، بساطة وهدوء، وما لحد للثاني يعني خانة كلهم مع بعض.
وعايشين الحمد لله، عايشين بمزارعهم، نخلهم البسيطة تحت ظلة نخلتهم، النخلة نعم، النخلة هي أمنا، أنا طالقة عليها اسم الأم. الأم. نعم، لأنه جانا بالمدرامة مرة قال من بيشرح لي عن النخلة؟ الحمد لله. خبرينا عن النخلة دائما في. النخلة مميزاتها، النخلة قلت ليش هي أمنا من ساسة إلى. ونستفيد من كل جزء منها. كل شيء فيها نستفيده. أول شيء العروق مالها كانت ما تمتد طويل، العرق يدوب يعني النخلة تشوفها كبيرة بس عروقها دائرة فيها. صحيح. العروق هذه استخدموها شيء منها يمتي بس النخلة بالنار. النخلة جزء النخلة روحه يعني طيح النخلة استخدموها النخلة هذه أول في ناس يعني عندهم أدوات لأن النخلة يخوزوا الكرب نسمي أول شيء الكربة يخوزوا نظفوا الكربة، الكربة هذه راحت لأن يخدموا فيها الطبخ، يطبخوا فيها الطبخ، يسووا فيها اسمها بالبحر الشاشة، يصيروا فيها البحر بالشاشة، ياش الزور نفس الزور الجريد نعم الزور بنوا فيها الشاشة يصيروا فيها البحر، البحر قريب طبعا ما هو البعيد، استخدموها بصيد السمك، ياتيش الخوصة الزور هاي الخوصة سحلوها يبسة الخوصة الزور استعملوه بالدعن زفانة الدعن تولفوا عليه الرجال ويزفن الدعن استفادوا من الخوصة، الخوصة سحلوها يابس بلوا بماي وسووه مثلا لين سحة أو جلسوا عليها سمة سووها على الدعن ناموا عليها سووها غطاء سقف نعم هذا والدعن السمة الصرود السفة صباغ الخوص من النخلة نعم ياتش الزورة فوق ياتش العسو ياتش الساق نخلة الساق ياتش البسر ياتش أول شيء ما طلع الحبابه ياتش الخلال بعد الخلال البسر بعد البسر اللي هو أرطب يبدي القلب مالها هو آخر القلب النخلة نسميه إحنا القلب هذا القلب هو الأبيض كما قلب الإنسان الأبيض اللي ما فيه حقد غيره هذا القلب هو اللي يسوي فيه السفافة المغطى صارود المشب أي شيء نفس كل شيء نعم خلوه ظل للإنسان سوينا من تحتها سووا تحتها الموقد سووا تحتها ربطوا فيها حيوانات مثل الشاة مثل أي شيء يعني للحين في ناس للحين الحمد في ظل نعم بعد موجودة النخلة عزيزة وغالية علينا نعم أنا أتصور أمنا أخي خلو تذكرين قبل يعني إحنا ما نقول أنت كبيرة يعني الوالدة الوالد ما قالوا لك عن قصص قبل الاتحاد وخلال يعني بداية الاتحاد اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة كيف الأجواء فجأة تغيرت النهضة العمرانية أول ما شيء دراسة ما شيء لحالهم مثل سمعنا احنا كنا بعدنا تونا يمكن سبع سنوات ست سنوات انه في شيوخ التموا مع بعضهم زياره الشيخ حمد جاي انه حد او كذا يعني نسمع احنا كنا صغار سمعنا انه في اتحاد جات سنه يا سنتين كذا قالوا والله في مدرسه يعني بتنفتح لين أول مطوع بعدين الكتاتيب بعدين قالوا في مدارس تنفتح لين الشباب والشابات في مدارس يعني ومستشفيات مستشفى بدأ يعني المستشفى كان صغير بمكان مستشفيات بعدين تطورت قام الاتحاد التمت الشيوخ مع بعضها تشاورات ومجالس وكنت تسمعون نسمع يعني أخبار بس ما وايد نسمع 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 الحمد لله صار تطور اتحاد شيوخنا الحمد لله الحمد لله على راسهم الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه مؤسس دولة الإمارات وبانيها وباني نهضتها
والحمد لله قام اتحاد حبيبتي. الله يرحمه. الله يرحم الشيخ زمان. الله يرحمه. الله يرحمه. خلو تذكرين اليوم يعني يوم الاتحاد، لحظة قيام الاتحاد، في شيء في بالك تذكرينه من هاك اليوم أو يمكن الوالدة خبرتك؟ فرحوا ياتهم فرحة، كل حد يتكلم إنه في اتحاد، بتستوي أشغال، تتطور البلدان، والتطور كان سريع، تطور سرعة فتحة المدارس. أول شيء كنا نسير مشي من موندل، يعني ما بتعرفوا وين المكان، يمكن كما منا ولين يعني مسافة، الشرطة هاي مال كانت المستشفى الجيرة مثلا مشي شوية، قالوا في سيارات يعني بنات مع أولاد، حد صغار وحد كبار درسوا شوية، وتطورت المدرسة لمدرسة تانية، وانبنت المدارس شوي شوي والحمد لله، يعني صار تطور سريع الحمد لله. نعم. والحين الحين التطور شامخ والحمد لله، من بداية إلى الحين نهاية والحمد لله رب العالمين. تمت شيوخنا بارك الله فيهم، رحم الله من الذي راح، رحمة الله عليهم جميع الشيوخ، وبارك الله بشيوخنا، شيوخ دبي وشيوخ الفجيرة وكل الإمارات. خلو على طاري دبي، كنتوا تروحون يعني مسافات طويلة لين دبي لين بوظبي؟ كانوا يروحوا أول الوالد الله يرحمه الذي هم يسيروا من مثلا دبي لين دبي، يومين يأخذوا بعد دبي يسيروا لين الكويت برسائل، يعني في كانوا ناس يشتغلوا بالكويت بداية وصغار هم مساكين راحوا الكويت، الوالد الأخو يعني يروحوا خاصة من عندنا احنا هناك راحوا، فينتقلوا من دبي لين مثلا الفجيرة لين دبي، تموا يومين كده بعدين قالوا يسيروا الكويت، بعدين يجيبوا الرسائل لين أهالي الذي كانوا يروحوا هناك، يعني حد منهم درس حد منهم اشتغلوا لين طورت الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ورجعوا لأبلادهم. خلو تكلمتي عن شباب قبل وبنات قبل وشباب اليوم، مع كل الإمكانات مع كل التطور اللي حصل ودولة الإمارات الأولى على مستوى العالم، شو اللي تغير يعني؟ الحمد لله، يعني الحمد لله لك يا رب، طورت والمدارس طورت، الجامعات تطورت، والعيال كبروا وتطورت، طورت دراستهم، تطوروا بالعلم، الطيار طيارات اللي استوى المدرسين استوى المدرسات، الدكاترة مهندسين الحمد لله رب العالمين، ما زالوا للحين إن شاء الله، ولن إن القلوب صافية مع بعض الحمد لله لك يا رب. وبوجودكم خالتي أم عبيد أنتم الخير والبركة، الله يبارك فيك، ربي يطول بعماركم. خالتي أم سعيد بعد يعطيك العافية، يعني أنت مجابلة النار والدنيا حر، يعطيك العافية وعساتك على القوة، ومشكورة وتسلم إيدك. ونحن مشاهدينا وين ما كنتوا قاعد تشوفون برنامج فوالا، نحن متواصلين وياكم هني نحن متواصلين وياكم، لكن بعد هذا الفاصل. جسمي متجف في جف عوده مثل عازف قطع أوتار عوده، يبا جسمي متجف في جف عوده مثل عازف قطع أوتار عود، لك ألا يا
هلا يا هاجرين الدار لك عود مع المأذوب تتحمل عزايا. رجع رجع يا ولفي تعالى وصوت الحب دلاله دلال لك أنا صليت لالله تعالى تترجع فلسطين ننسى العزايا على عين موليتين واطنعش مولايا جسر الحبيب انقطع من قوس رجلايا على عين موليتين واطنعش مولايا جسر الحبيب انقطع من قوس رجلايا الله 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 تقول تقول صابوني وتقول صابوني لم علي العدا وبالعين صابوني وتقول صابوني وتقول صابوني لم علي العدا وبالعين صابوني لو قطعوني حتات والواح صابوني ما حيد عن عشر يا نور عيني وعلى عين موليتين واطنعش مولي جسر الحبيب انقطع يلا بدنا نسمع سفرة الله الله جفرة وهي الرابع جفرة وهي محلى بنات العرب حلو فلسطيني جفراوي يا الرابع جفراوي دبكة فرسان العرب دبكة الشامي وإن كان على الصبا من شب وصبي نايم زمار ويرغول موال وغني وعلى عين موليتين واطنعش مولي جسر الحبيب انقطع من قوس رجلاي اليوم من الصبح قاعد وافكر بيك انا ابتليت بعشق ودع الله هم يبليك وهم مثل تصحى الصبح ما تعرف انت شبيك متورط بهالعشق من راسك الرجلين اعترف كل كذب لو قلت انا نسيك شنسى شفايف عنب عودك نبع ريحة والشعر فوق المتن نازل على الرمال زرر قميصك عدل لا ينفجر بركان تعبان واحنا سوى ولون افترك تعبان اليوم من الصبح قاعد وكل جروح مليون فكرة تجي ومليون فكرة تروح بقلبي وحدا جرح كلي أحس مجروح أختنق واتنفسك ترجع ترد الروح ما متت بعدك أنا بس عايش ومذبوح ما شاء الله عليك
الحين الله. محمد براوي وفارس الأغواري، أنا وايد سعيدة أنك أنتوا ويانا في برنامج فعلة. الله يسلمك. ولكن صار دور تنتقلون لركن التراث علشان تلتقي فيكم زميلتي عواطف. ولكن عواطف بقول لك سر قبل ما الضيوف يوصلون لك. الأستاذ فارس يغني شيلة احنا بعد عندنا معلومة ثانية انه كتب قصيد شي بيتين حق قسم التراث اليوم. تفضلوا عندنا. لا تنسين الشيلة اهم شيء. نسمع صوته بعد لانه ما شاء الله تحت الهوى غنى صوته بعد حلو. ابشري. اليوم محمد براوي وفارس الغويري تفضلوا لركن التراث. حياكم الله. ارضي. تاخذ المايك وياك علشان تغني هناك. ممكن نحتاج. يا هلا والله فيكم. وعليكم السلام. اهلا فارس ومحمد يعطيكم العافيه. وعليكم السلام. نبدا بالقصيد اخوي فارس. ابشري نسمع. اقول ضيقه ضيقه تبات بخافقي ما لها حل. ضيقه تبات بخافقي ما لها حل. حاولت الاقي حلها ما لقيته. وشلون اداويها وانا ما معي خل. ما عاد بي قوه وهمي كليته. لو يستحي همي علي ما بقى يطل. متعمد البلوى وانا ما بليته. لو كان يامرني البيه لو حل واعطيه كل حاجه على باب بيته. لاني وحيد بدنيتي سيفه انسل. حتى الحلم لو احلمه ما خذيته. واصحابي اللي برخا كثرهم قل. واصحابي اللي برخا كثرهم قل. واللي نخيته بحاجتي ما رأيته. وأنا لك الله عايش ودوم من شل. كل ما بنيت إنسان هد ما بنيته. غيرت أسلوبي وغيرت ما ظل. وانضاعت الهقوى من اللي هقيته. سافرت قالوا غربتك تمحي الذل. واليوم زادت غربتي يوم جيته. يا من يعلمني أنا خاف قيمل. واللي بيسعدني عيوني عطيته. ما شاء الله عليك وصحة لسانك. صح لسانك. اخترت هذه القصيدة تغنيها صح؟ والله القصيدة صراحة للأمانة هذه مميزة. يعني غير انه مميز يعني بتحكي شيء انت عايشه. هي احفظك صحيح. ما شاء الله للأمانة. ممتنع يعني. طب هذه لو بدنا نعطيها عنوان شو بنعطيها؟ ضيقة. احنا اليوم ندور عناوين للقصايد. ما لها حل. لا والله بالله هي ما لها حل. ما لها حل. ما لها حل. العنوان ما له حل. ما لها حل. ما له حل. هي أصلاً بدايتها ضيقة تبات بخافقي ما له حل. فهي هذه موضوع. اختار بيتين منهم وخليه يغنيهم الحين تين على الهواء. تروي تلحن وتغني. والله بسير ليش لا. يلا هسه عندك أول بيتين. لا استنى في أنا بيتين. اختار بيتين عجبوني كثير أخوي محمد. و سافرت قالوا غربتي تمحي الذل. اليوم زادت غربتي يوم جيته. يا من يعلمني أنا خاف جمل. واللي بيسعدني عيوني عطيته. يلا الحين مغنى. سافرت وقالوا غربتي تمحي الذل. الله. واليوم زادت غربتي يوم جيت. سافرت وقالوا غربتي تمحي الذل. الله عليك. واليوم زادت غربتي يوم جيت. يا من يعلمني أنا خاف قيمل. واللي بيسعدني عيوني عطيته. ما شاء الله عليك. فكرت تلحن؟ والله أنا عندي أغنيتين من كلمات وألحان إن شاء الله هينزلوا. إن شاء الله تناخذ منهم شيء حصري ولا؟ حاضر ماشي. يلا ترارات. هي بتحكي كموضوع عن الحب اسمها نبضة قلبي. نبضة قلبي سمعتها. شفتك وعيني دمعتها. نزلت عخدي وسألتها شو بكي حن القلب. يا قلبي حرام عليك. صار حوق إلا بكفي. شو بعمل أكتر من هيك.
قلبي تحمل تنزف جرحي الحياة الصعبة رئة بالمختصر هيدي الحقيقة بحبك وبعرف جريئة ما بقدر اخفي الحقيقة. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الصوت بروحه صوته لحن ما شاء الله عليك عيني عليك باردة دوم تنقول. استاذ فارس شاعر فارس انت كتبت عندك بيتين كذي للشيخ زايد بمناسبة اليوم يوم زايد للعمل الإنساني نحن بنسمع البيتين ولين تجهز القصيد بنقول حق الاستاذ محمد بعد شوي بتغني لنا شيء تراثي نبي نسمع شيء اماراتي قديم في شيء كتبوا لفلسطين كتب بيتين شعر بيحكوا عن الحب وحاطط فيهم اسم فلسطين حلو غنى لهم تحت الهواء هي هو غناهم هو كاتبهم كلماته هو كاتبهم وهو بعد يغني حسب ما قالت لنا مروه بس احنا بدنا يعطينا اياهم تمام شعرنا هو في عنده اوراق ابشر ابشر بس الاوراق بس انا اجيب لك اياهم استنى دقيقه خليك يعطيك العافيه الحمد لله الحمد لله ان حد من الضيوف يرد لي قسم خمس ثواني بس يكفي انه مكتوب فيهم اسم الشيخ زايد الله يرحمه الله يرحمه هذا فخر لنا تفضل جزاك الله خير نسمع اقول من قبل لا تسكنك الامارات من قبل لا تسكنك الإمارات عندي سؤال وحرت وين الإجابة أسمع باسم زايد وله ذكر ما مات والله أحسبه من زمان الصحابة صح لسانك صح لسانك وشكرا يعني على هذه الكلمات الحلوة يعني يمكن احنا ما يعني ما ودي اقول بس انت كتبتها بسرعه اي بالله فحلو هذه موهبه الحمد من رب العالمين ايه. نحن نشكرك والحين بيغني لنا ابشر شو بتغني الله يا دار زايد الله يا دار زايد الله يا دار زايد كيف محلى الله يلا الله 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 يا دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوة وقلبي مغرم بيها بيها أيوه سلام الله أعطينا يلا إذا تبي تغني معاه في مايك لا لا أنا ما أغني لا صوتك يا صوتك شيء لب خفيفة ممكن بعد شوي بعدها إن شاء الله الله يا دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها كنا القمر يوم يظهر من محياها في غاية الحسن يسلم كفي بنيها الله يا دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها كنا القمر يوم يظهر من محياها في غاية الحسن يسلم كفي بنيها جنة الأرض رب العرش سواها من ضاق صدرات والناس في أراضيها في جنة الأرض رب العرش سواها من ضاق صدرات والناس في أراضيها تسبى النواظر من أولها لأقصاها حلوة وزايد يلي أكثر محليها الله يا دار زايد كيف محلاها يا ناس
بلد حلوة وقلبي مغرم فيها كنا القمر يظهر من محياها في غاية الحسن يسلم كفي بانيها. الله يسلمك. خالتي ام عبيد دمعت عيونها. ليش ما تدمع؟ واحنا فقدنا اعز واغلى انسان يعني بدي اقول يعني صعب يعني لو شو ما اوصفه قليل في حقه. اللهم يا رب الله يحسن لي واجعل ما تولجنا. اللهم امين. اللهم الشيله قاعد نوصل لنهايه البرنامج. اليوم ما بنسب صوتي ما هو حول يعني ما شاء الله نكتشف يعني. مواهب نحن في فواله. شفت اي اللهم صل على ذكر الابيات الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي شرى تجيبه تقلق ايش قاعدين ما انا مجهز نفسي يعني اقول اقول سلام الله يا شيخ انفعوله نورت الاوطان حماه الله من سبع سما واللي سكن فيها تخص إنسان في عيني يساوي وزنه من ثمان حمد يا رب عسى عمره طويل ودوم بانيها. سلامتكم. الله شيء والله حسانك. خالتي أم عبيد ليش دمعت عيونك؟ نحن قلبنا مو متاوعنا بصراحة لأنه نذكر فيها اسم زوجك واليوم 19 رمضان اليوم ذكرى وفاة الشيخ زايد. الله يرحمه. الله يرحمه أحسن لي. الله يرحمه مثل إن شاء الله جنة النعيم. حبيبي وخلفه وعياله إن شاء الله. صومتنا يا رب العالمين. اللهم آمين. شكرا لكم ضيوفنا نورتونا في استديو فوالا وفي قسم التراث ضيوف مميزين جدا كنتوا في هذه الليله المميزه من ليالي رمضان. نحن نرجع لعندك مروه. يعطيك العافيه عواطف ونورتونا اليوم للاسف ان وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامج فوالا. نورتنا محمد بسرعه مر فعلا. نورتنا محمد باوي فنان فلسطيني ومطرب ايضا وايضا فارس الغويري شاعر اردني. اهلا ومرحبا فيكم نورتونا اليوم ويعطيكم العافيه خالاتي ويعطيك العافيه عواطف. الله يعطيكم العافيه يا رب. مشاهدينا لا تنسون ترايونا باكر في نفس الموعد بفوالة جديدة وإن شاء الله إن شاء الله يكون الضيوف كانت حلقتنا اليوم عيبتكم إن شاء الله باكر بمواضيع جديدة وضيوف جداد إن شاء الله تبقون بألف خير وفي أمان الله.